يا مساء الخير، احنا الان في منطقة اوف. المنطقة هذه قريبة من مدخل اوزنغول. جينا نصور لكم مجمع فلل. المجمع عبارة عن 3 فلل مبنية على مساحة 1250 متر مربع. الفلة اللي نبغى نعرضها لكم، الفلة هذه هي مبنية على مساحة 350 متر مربع، داخلة فيها حديقة يمينا ويسارا ومن الخلف. المنطقة اللي احنا فيها حاليا منطقة مشتركة للثلاثة فلل، الحديقة هذه منطقة مشتركة، والاطلالة من المكان اللي احنا فيه اطلالة مباشرة على البحر. عندنا منطقة زي ما احنا شايفين، منطقة سباحة، وعندنا مسجد، وعندنا سوبر ماركتات تحت موجودة. يعني المنطقة مخدومة جدا. بيننا وبين الشارع الآن تقريبا ما يقارب 200 متر المسافة. بالإضافة إلى ذلك، على أساس أنه الطريق المؤدي إلى الفلة فيها طلعة، اتفقوا الثلاثة أصحاب الفلل أنهم يعملوا هنا مصعد، اتفاق مصعد يعملوا في المنطقة هذه، على أساس أن الشخص يوقف سيارته ويركب المصعد ويوصل على المنطقة هذه ويطلع على طول على فلته. الفلة جميلة جدا، بإطلالة رائعة جدا. تعالوا ناخذ فكرة على الحديقة التابعة لها، ومن ثم نديكم فكرة كاملة من داخلية الفلة. احنا الان في المنطقة الخلفية التابعة للفلة. زي ما انتم شايفين، المنطقة هذه تقريبا في نظري 100 الى 150 متر مربع حديقة تابعة للفلة. هذه المنطقة الخلفية، وعندنا حديقة بجوار الفلة هذه كمان. الحديقة هذه تابعة للفلة. نقدر الدرج هذا زي ما قال صاحب الفلة، نقدر نمدها الى هنا، فيصير نقدر نحط هنا مثلا جلسات عائلية او كاميليا، يكون مثلا للافطار الصباحي، او نقدر نخلي من الفلة نفسها مخرج للفلة، باب صغير نقدر نضبطها من هنا كباب صغير. دائر مدار الفلة الحديقة هذه كلها تابعة للفلة. يعني المنطقة هذه كمان تابعة نصها للفلة. عندنا شجر الليمون زي ما تشايفين، نقدر نزرع فيه أشجار فواكه اللي احنا نبغاه في الحديقة. اطلالتها روعة جدا. تعالوا ناخذ فكرة تفاصيل الفلة. وصلنا مدخل الفلة. زي ما انتم شايفين، اول ما ندخل من هنا عندنا دولاب خاص بالاحذية يميننا، ويمين المدخل على طول عندنا الصالة. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الصالة مساحتها جدا حلوة وكبيرة، تقريبا نقدر نقول 40 متر مربع. مؤثاثة نبغى ناخذها بالاثاث او من غير اثاث. عندنا طاقم كنب مع طاولة التلفزيون والتلفزيون، بالاضافة الى مكيف موجود في الصالة. عندنا واجهة جانبية اطلالة على البحر، بالاضافة الى الواجهة الامامية زي ما انتم شايفين، مع مخرج للبلكونة باطلالة خيالية على البحر. شوفوا المتعة في الاطلالة، اطلالة بانورامية على البحر، نقدر نشوف الافق شيء ولا اروع. زي ما قلت لكم، الدور هذا موجود فيها الصالة، بالإضافة إلى يمين المطبخ، دواليب المطبخ راكبة وجاهزة مع الثلاجة وسالة الملابس والفرن، وعندنا مخرج صغير للبلكونة الخلفية اللي شرحتها لكم سابقا. نقدر نخلي هنا باب يطلعنا على الحديقة الخارجية أو الحديقة الخلفية للفيلا. نكمل التفاصيل، نطلع من المطبخ. ايضا موجود في الدور هذا دورة مياه يخدم الدور هذا، مع مغسلة
راقية جدا ما شاء الله تبارك الله، وحمام عربي متكرر. كذا انتهينا من الدور الأول، نشرح لكم تحت إيش اللي موجود. نزلنا الدور الأرضي اللي هو القبو. القبو زي أول ما نزل من الدرج يمينا دورة مياه يخدم الدور الأرضي، في مروش وكلوزت ومغسلة. بالإضافة إلى ذلك عندنا هنا مدخل أو دورة خاصة بالأحذية والعبايات. ويسارنا هنا غرفة، نقدر نقول غرفة المخزن أو المكان اللي موجود فيه خزان حق الفحم، وعندنا سخان نقدر نخليه كمخزن نحط فيه حاجاتنا. وفي هنا مقلط نقدر نستخدمه للضيوف أو كاستخدام شخصي، مساحته زي مساحة الصالون اللي فوق. المنطقة هذه يطلعنا على الحديقة الأمامية للفيلا، وإطلالة الدور الأرضي أيضا إطلالة خيالية على البحر. أيضا ما ننسى أن الدور هذا برضو موجود فيه تكييف، يعني في كل صالة موجود فيه تكييف، يعني الدور الأرضي والدور الأول والدور الثاني. وصلنا الدور الثاني. أول ما نطلع من الدرج يميننا هنا دورة مياه خاصة بالدور الثاني منذ كرامة، مروش ومغسلة راقية جدا. مقابل دورة المياه عندنا غرفة أولى، نقدر نخليها مثلا غرف أو سراير فردية أو غرف أطفال، مساحة جيدة ما شاء الله. مقابل الغرفة هذه عندنا غرفة ثانية، برضو مساحة الغرفة نقدر نحط فيها سريرين. أخيرا غرفة الماستر، الغرفة هذه فيها دورة مياه خاصة فيها، غرفة الماستر، مروش وكلوزت، ومنطقة دريسنج روم، يعني هنا حاطين دولاب صغير نقدر نحط فيها دولاب أكبر على حسب احتياجنا. وزي ما قلت لكم الدور هذا برضو غرفة النوم الرئيسية فيها مكيف، غرفة واسعة، دولاب، تسريحة، سرير مع كومودينات، ولها بلكونة رائعة جدا. شوف الإطلالة، شيء ولا أروع. يعني نقدر نستمتع بإطلالة الطبيعة وإطلالة البحر. المنطقة زي ما معروف الثلاث فلل هذه في منطقة أوف، المجمع عبارة عن ثلاث فلل. الخدمات اللي موجود فيها كاميرات مراقبة، موقف للسيارات، حديقة تابعة لها. الفيلا عبارة عن ثلاث أدوار زي ما قلت، الدور الأول مقلط بحمام أنتم بكرامة، الدور الثاني صالة مع مطبخ ودورة مياه، الدور الثالث اللي هو الدور الثاني آسف ثلاث غرف نوم مع دورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية. يعني إجمالي نقدر نقول صالتين وثلاث غرف، يعني فيلا صغيرة مضبضبة وحلوة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.